تكون معايا ونعيشوا الاجواء الشعبيه ديال السوق اخوتي، السوق ديال راس الوطن. اجيو معايا اجيو، شوفوا دابا جبرتوني في الشطر ولكن ماشي السوق، غنديكم معايا كنديكم فين ما مشيت. اجيو معايا اخوتي شوفوا السوق عامر اليوم والدنيا عمره كما كتشوفوا. هانتوما نصور لكم من لهنا اجواء كيف عامله. واو عامر. بسم الله على بركة الله، غادي نبدا معكم بواحد الدعاء اخوتي، دعاء الرزق. اللهم إنا نسألك بحق قولك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وبحق قولك إن الله على كل شيء قدير، أن تفتح لنا أبواب رزقك وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب، رزقا حلالا طيبا مباركا فيه عاجلا أم آجلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أو دعاء ثاني قولوا معكم تهوى، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. كنتمنى هذا الدعاء يكون عجبكم، دعاء لجلب الرزق اخوتي. نتمنى ربي يرزقنا ويسهل علينا في هذه القناه هذه اللي ما شاء الله شحال هذه وحنا كنخدموا عليها، المهم ماشي مشكل تعودنا وكنطيروا القنط وكان يعني كنبدل شويه الجو هيدا مع الاصدقاء والاخوان والناس اللي محترمين. وشكرا شكرا، كاين بزاف الناس اللي كتبغيني كنشكركم، شكرا على تعليقكم، شكرا الناس اللي كتدعمني بصدق واللي كنحس بها كتدعمني، ماشي ديك اللي يعني هي 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 ديك الضحكه الصفراء. الناس اللي كتبغيني من القلب كنقول لكم شكرا، جزاكم الله كل خير، الله يعطيكم على قد نيتكم. المهم اخوتي هذه هي الطريق ديال راس الوطا اخوتي، السوق الطريق ديال السوق. المهم راس الوطا هذه كتسمى وحومه الطبيعه، يعني اش غادي نقول لكم، شويه الطريق صعيبه، ماشي صعيبه يعني ضيقه واحد شويه، كنا كنتمنوا تكون افضل يعني تكون واسعه وديك الشيء، حيتاش كيكون ازدحام كما كتشوفوا الصوره كتبين لكم، يعني ازدحام والناس يعني كيقطعوا والناس كيديو معاهم ولادهم، ولادهم كيخرجوا الشنطي يعني مثلا فهمتوا، المراه كتلقاها كتهاود مع صاحبتها وكتنسى ولدها خارج الطريق، يعني حيت الطريق ضيقه كان شي يعني شي بلاصه لي واسعه يعني ما غاديش يكون مشكل. المهم خليكم مع الاصوات الشعبيه ديال السوق والاجواء الجميله اخوتي، وتمتعوا لي بهذا الفيديو. الناس اللي كيعجبها السوق وشنو كاين في السوق والاثمنه وديك الشيء، مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم، وكنتمنى تبقاو داعمين قناتي. عرفت يكون عنده شي سبب ما كيقدرش يسوق الناس هنايا، وقفوا الناس كيكونوا هنايا. ها الخيار يا 8 الدراهم عبد وديك كيا قصحه كنجبر فزده من داخل. شوف له هنايا وهنايا تكو قصحه من الراس ومن القاع. شي مرات عاد صغارين تدي ماشي كبارين بزاف كاينين. هاك جا عداك صبروا معايا بنوس، اعمل لي زيد لي واحدة د كرافت قالها من 4 سنين. درهم ربع انا ما كنشرب درهم درهم بسم الله.
فتره. من تفاح قاصح حقا يجي تقلف جهة واحدة. يلا نشوف نشوف قناريه باللحم يا خوتي شهيته الدراري لفت لفت القناريه عطينا واحد القناريه لفت بيبي 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 حبيبي 40 درهم شد الدبان خلط ماشي كامل ها اجاره الحوت